من قتل الليثي ناصف؟ واحدة من أشهر اغتيالات القرن العشرين، واحد من أهم وأخطر السياسيين والعسكريين في مصر. الليثي بقى كان صديق عبد الناصر جدا، والليثي ما كانش بيكره السادات بل بالعكس، دول كانوا أصدقاء جدا، والليثي أنقذه من محاولات اغتيال كتير. الليثي قال له إنه ما يقدرش إنسانيا يقبض على أصدقائه وعشرة عمره، ما هو نفسه يخلص من رجالة عبد الناصر كله. كانوا بيخططوا إنهم يقبضوا على السادات، واللواء أحمد إسماعيل وزير الحربية، واللواء سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان، فقرر يفور كل اللي ليهم علاقة بالنظام القديم، وطبعا كان أولهم الليثي ناصف. لا ما اقصدش انه قتله، يعني هتموتوا انتوا واقول لكم ان السادات هو اللي قتله. اصبروا لاخر الحلقه. في البرج المشؤوم ستيوارت تاور، لحد ما اتفاجئت بعد ساعتين بظابط انجليزي بيخبط على الباب وبيقول لها سوري مدام، بس جوزك وقع من البلكونه وميت تحت. وفضلت مرات الليثي تصرخ في وشهم وتقول السادات هو اللي قتله. كنت معاكم ريهام عياد، واتمنى تتابعوني على الفيسبوك واليوتيوب والانستجرام.